على سفوح الجبال الشاهقة وبجوار البحر المتوسط شمال المغرب العربي، تعانق السماء وتكاد تمتزج وتتحد معها. اختارت لون السماء هوية لها، إنها مدينة شفشاون أو المدينة الزرقاء التي لا تشبه إلا نفسها ولا تشبهها مدينة أخرى في العالم. أحداث وحكايات من التاريخ صبغت المدينة بهذا اللون الذي يرمز إلى الاستقرار والهدوء والثقة، وهو ما يشعر به كل من يزور شفشاون بمجرد أن تطأ قدماه أزقتها العريقة. الغرض الأساسي هو نجبدوا الناس عندنا، نعرفوهم بالمدينة، نعرفوهم علاش كاين شفشاون، لماذا أسست. ولكن سبق هذا الهدوء قبل تأسيس المدينة في القرن 15 الميلادي اضطرابات وحروب في إسبانيا المجاورة حين كانت أندلس العرب، حيث لجأ عدد كبير من أهلها إلى شفشاون هرباً من بطش الاحتلال البرتغالي. بل وأكثر من ذلك، تحولت المدينة فيما بعد إلى مقر لمقاومة التمدد البرتغالي في أرض المغرب. جولة في الأحياء القديمة تنقلك إلى الأندلس بذات الطراز العمراني الذي حمله المهاجرون بكل تفاصيله، ولجوا إلى هنا باحثين عن الأمان والاستقرار ليختاروا لوناً لمنازلهم الجديدة يسمو بهم روحياً بكل نقائه ودلالاته، وكان لهم ذلك ولمدينتهم مع مرور الأيام. هذه غرناطة الصغيرة، نعم، لأنها بنت غرناطة أسسها الأمير مولاي علي بن راشد رحمة الله عليه على مقياس غرناطة التي كان فيها السلطان أبو عبد الله محمد بن علي بن الأحمر. ما يمنح المدينة الفريدة جاذبية إضافية هم أهلها المعروفون بالبشاشة والبساطة والكرم، وفي الأسواق تنتشر منتجاتهم اليدوية الأقرب إلى التحف وأكثرها من إبداع النساء. ولابد من تذكار يحمله الزائر من مدينة ما زالت على فترتها منذ تأسيسها قبل 5 قرون ولم تغير لونها أو تشوبه شائبة لتجاري الزمن. وأنا صغير فتحت عيني في ساحة وطاء الحمام، وفتحت عيني في الأجانب اللي كيجيو، لأنها القلب النابض للمدينة. فإذا مررت إلى الأعلى وجدت الجامع الكبير، وما أدراك ما الجامع الكبير، وجدت مؤذنا له يقال له سيدي علال. شاو الناس كيجيو باش يشوفوا الشاونيت، خصهم يشوفوا المدينه، ماشي خصهم يشوفوا معلمة تاريخيه او لا خصهم يشوفوا جامع قديم او خصهم يشوفوا قصبه قديمه. كاين القصبه هنا في الشاون، كاين الجامع الكبير، كاين معالم تاريخيه هنا كاين في المدينه، ولكن الناس ما كيجيوش على ود هاد المباني هذوما. حتى كيجيو عاد كيعرفوا بلي كاينين هاد المباني، دونك ماشي المعالم هما اللي كيشهروا المدينه، العكس، المدينه هي اللي كتشهر المعالم. ها
تعلمتنا بزاف الحمد لله منذ وأنا صغير. فتحت عيني في ساحة وطاء الحمام، وفتحت عيني في الأجانب اللي كيجيو، لأنها القلب النابض للمدينة. اللي علمتني هذه المدينة الهدوء، يكون دائما هادئ. علمتني الصبر، لأن هذه المدينة هذه بحكم الوعورة ديال المناطق، بحكم البعد ديالها من المدن الأخرى الحضارية، شوية كاينة صعوبات، لا من حيث التعليم ولا من حيث الخدمات الطبية، لأن مدينة بقى ما وصلتش لذاك المستوى ديال التأهيل الحضاري كما في المدن الأخرى. وهذا الشيء ماشي ما بغيناش ما يكونش، بغيناه يكون، ولكن كنخافوا أن المدينة إلا توسعات في هذا المجال أنها تفقد هذه البساطة ديالها، وهذا الدروب اللي كاينين اللي كيعطيو الراحة للناس. كنخافوا أن المدينة إلا مشات في واحد اتجاه آخر يضيع هذاك الروح البساطة والهدوء فيها. ففتحت عيني على الدنيا وأنا مفعم بالحب لأسرتي الصغيرة هذه. فإذا خرجت من المنزل كان أول ما يستقبلني زاوية الريسونية التي كنت أتعلم فيها القرآن على يد شيخنا المجاهد أحمد بن محمد بن سعيد الخبسي الدركلي رحمة الله عليه. وإذا التفت إلى اليسار كنت أرى عند خروجنا من المنزل، كنت أرى دائماً داراً يقال لها الدار الفوقية للشرفاء الريسونيين، وداراً على يميننا عندما نخرج وهي دار الحمام، وما زالت يقال لها دار الحمام لأبناء عمومتنا الريسونيين. فإذا صعدت أمام الزاوية وجدت الفران التقليدي الذي كان يديره في فترة متأخرة محمد بن العياشي بن الحسن العمراني، وهو فران تقليدي لنا فيه نصيب ملحوظ لصالح أوقاف الزاوية الريسونية بمدينة شفشاون. أنا من مدينة شفشاون، كنخدم دابا مرشد سياحي بالمدينة، وأصلا وخديت دبلوم في الماناجمنت توريستيك في المعهد العالي الدولي للسياحة في طنجة. القصة ديالي مع التوريزم ولا طبعا العلاقة ديالي بهاد الخدمة هذه كانت بدات مني كنت باقي صغير إلى تقريبا حتى باش كنت خديت الباك، وأنني قررت باش أنني ندخل في هاد الدومين هذايا حيتاش كان وصاني به خي، وكان خي حبيب بحكم انه هو اصلا مرشد سياحي في حالي. الشاون قصه القضيه ديالها شويه مختلفه على باقي المدن، حيتاش الناس اللي كيكونوا كيمشيو يزوروا شي بلاصه راه كيزوروا على ود على شي على اساس شي معلمه ولا على ود شي بلاصه خصهم يشوفوها ولا على شي منظر طبيعي. الشاون لا، الشاون الناس كيجيو يشوفوا الشاون نيت، خصهم يشوفوا المدينه ماشي خصهم يشوفوا معلمه تاريخيه او لا خصهم يشوفوا جامع قديم او خصهم يشوفوا قصبه قديمه. كاين القصبه هنا في الشاون، كاين الجامع الكبير، كاين معالم تاريخيه هنا كاين في المدينه، ولكن الناس ما كيجيوش على ود هاد المباني هذوما، حتى كيجيو عاد كيعرفوا بلي كاينين هاد المباني. دونك ماشي المعالم هما اللي كيشهروا المدينه، العكس، المدينه هي اللي كتشهر المعالم. القصبة معناها الثكنة العسكرية، وما زالت قصبة تدلى إلى الآن تأخذ هذا الاسم قصبة تدلى. القصبة هي مكان بناه الأمير مولاي علي بن راشد، وكان يجذب إليه المتطوعون للجهاد في سبيل الله ضد البرتغاليين،
فبقيت هذه القصبة مقرا لبلدية شفشاون أيام الاستعمار، وفيها حديقة للزهور وفيها حديقة أخرى لبعض الحيوانات الأليفة كالقردة الذين أذكرهم جيدا في القصبة، وكان لهم مكان خاص بهم والأطفال يذهبون إلى هناك للتفرج. شيئا فشيئا استطعنا اننا نفتحوا هذا البيت وسميناه دار شفشاون. علاش؟ لانه نموذج للدار الشفشاونيه، حافظنا عليها، حافظنا على الاقواس، حافظنا على البيوت، عندنا الاسطوان فين كيدخلوا الناس، كاين المقعد فين كيستريحوا، الوسط الدار عندنا مفتوح للسماء، القرمود الاحمر كيكون في سطح اي دار، السراجم عندهم واحد الشكل هندسي ومعماري متميز، بالإضافة للطبخ، طبخ الشفشاوني والطبخ الأندلسي. كنحاولوا أن السائح خصوصا الأجنبي إذا جاء عندنا لدار شفشاون نقدموا له المأكولات المحلية. أول لبنة في الازدهار السياحي بشفشاون هو فندق البارادور الذي كان أجمل مما هو عليه الآن، وذلك أيام الاستعمار. فندق البارادور بني في الثلاثينات من القرن الماضي، ثم توالى بناء الفنادق أو اتخاذ المنازل فنادق إلى الآن، والوعي السياحي لم يأتي دفعة واحدة، جاء شيئا فشيئا بجهود متضافرة من أرباب الصناعة التقليدية كالنجارين وكالخياطين وكالنساجين. المنديل الشفشاوني احمر وبيض، جلاب بيضاء مشرطه، كلشي في امان الله. ارانا دخلنا في 87 87 عزلنا على القرايه، اتجهنا للصنعه، تعلمنا في الصنعه الحمد لله والشكر لله، كنخدموا واكلين شاربين مزيانين فيها. الشاون يعني السياحه اللي كتجي كننتعش في هذه الصنعه هذه، السياحه الداخليه والخارجيه كننتعش في هذه الصنعه هذه، وحنا كنخدموا مثلا كنوجدوا التوق ديالنا، كتجي السياحه كنخدموا كنبيعوا وكان هذا الى اخره. هنا في ساحة الهوتا كان الحد ديال المدينة ديال الشاون، لأن الهوتا عندنا في المصطلح الشعبي في المدينة هو الحد ديال المدينة، فالظاهر أن في التوسع العمرين الأول كانت المدينة تحد هذا المكان، ثم في التوسع العمرين الثاني وقع الانفتاح على أحياء مثل حي باب السوق وحي العنصر وحي المدقة، الأحياء
وحي الأندلس اللي استقبل الأندلسيين في هذه المدينة. الحديث على الشون واللون الأزرق هو حديث مرتبط بشكل أساسي بواحد واحد دولة عظمى في الصين. الصين هي اللي قامت صراحة واحد دور كبير في الترويج للون الأزرق وفي الترويج للشون على وجه الخصوص، لأنه في سنة 2019 كان هناك في الشون أول احتفال رسمي للدولة الصينية في المغرب بالسنة ديالهم الصينية، وحضر هنا السفير الصيني وحضر مجموعة من الشخصيات، واعتبروا الشون هي من بين الوجهات المفضلة لدى الصينيين في إفريقيا. وفعلا كانت زيارات لوفود ولطاقم كبير ديال الصينيين، ومنهم من استثمر في المدينة في مشاريع سياحية، مشاريع ديال الخدمات، مشاريع ديال المطاعم. الحاجة الأولية اللي كتثير انتباه السائح هو اللون الأزرق، لأنه كيلقى اللون الأزرق باغتو، فيما مشى كيلقى اللون كاين اللون الأزرق، فيما مشى كيلقى مناظر مزيونة، فيما مشى كيلقى ناس مزيانين، دونك هذه الحاجة اللي كتثير السائح، أو بدرجة أولى هو اللون الأزرق هي اللي كتثير. اللون الأزرق طارئ على شفشاون، طارئ على شفشاونين. الشاون كان لها لون أبيض، لكن قبل حوالي 20 سنة أو بضع 20 سنة بدأ الناس يتخذون هذا اللون الأزرق لتستفيد شفشاون من هذا الشعار أنها مدينة لها لون أزرق. أما هي في الأصل جميع الجدران الخارجية كانت مصبوغة بالجير الأبيض الذي يشترى من القلعة ثم تجير به أسوار المدينة وأبوابها وما حواليها بالجير الأبيض. فاللون الأزرق طارئ لأغراض سياحية، وتبنته بلدية شفشاون وصاروا على هذا المنهال. فقلنا لهم طيب ليكن اللون الأزرق لونا لحاضر المدينة، لكن في الماضي لا نكذب على التاريخ، ألوان المدينة كلها كانت بالجير الأبيض. This village is, I think, is unique because of its, you understand, monochromatism. Everything is blue. You have dark blues, light blues, middle blues. The sky is blue. Everything is blue. And I think is the first. This one is the first time I come here with Maya, no? And. My opinion is unique as a village. I don't know. Maybe, yes, maybe the unique village in the world or in Africa. مازال عندنا أرشيف للصور الفوتوغرافية القديمة لشفشاون في العشرينات والثلاثينات والأربعينات، فكنا نعرض على ولدنا جمال الدين، نعرض عليه تلك الصور ليراها بأم عينه وليترك المنزل، منزل الجد مولاي الصادق الريشوني رحمه الله،
ليتركه بطابعه الأصيل كما أراده صاحبه. وأنا صغير الدار ديال الوالد في الحلا دار الزاوية الريسونية دائما كنجبر فيها الناس، وغالبا الناس من الخارج سواء من الدول العربية والإسلامية أو حتى من أوروبا. كنت سأل مع راسي هاد الناس شنو كيعملوا هنا، علاش كيجيو، شنو كتقول لهم. هادشي كامل بعثت في الداخل ديالي روح السؤال. أول حاجة تعلمتها روح السؤال، والوالد دائما كان كيجيبني على قدر مستوى على قدر الفهم ديالي في ذاك الوقت ديال استقبال الضيوف، لأن هي كنعتبروها من أشرف المهام.